اهلا بيكم، مساء الخير والنور والورد عليكم في حلقه جديده من برنامج بيت الخياطه على قناه هي. برنامج بيت الخياطه هو برنامج هيساعدكم تشوفوا حكايات ملهمه لسيدات قدرت تتحدى الظروف وتحول الظروف دي من تحديات لفرصه قدرت بيها تنجح وتبني مستقبلها وتكون وسام شرف لمصر كلها. النهارده معانا ثلاث فقرات مميزه جدا. الحقيقه انا على المستوى الشخصي مبسوطه جدا بضيوفي النهارده لاني هستفيد وهتعلم حاجات وهطور من نفسي في حاجات ما كنتش اعرفها قبل كده. مش هطول عليكم، خلينا نبدا اول فقره النهارده مع بنوته قدرت تتحدى الظروف وتستغل الفرص لحد ما بقت من اشهر مصممي ازياء الفساتين السواري في محافظه المنوفيه. معنا النهارده ندى محمود خريجه اداب اعلام وتاني من اشهر مصممات فساتين السواري في محافظه المنوفيه. اهلا بيكي يا ندى. اهلا. عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار نورتينا النهارده. ده نور. ندى، عايزه اعرف انت بدات ازاي؟ انا اول ما خلصت كليه كان في اعلانات بقى ان في كورسات بتتاخد في بيت الخياطه، كان اياميها بقى كورونا، فقلت بقى بما اني بقى خلصت الكليه هعمل ايه، فخدت الكورس هناك بس وبدات الحكايه من هنا. مبدئيا كنت حاسه ان انت عندك موهبه اصلا في الخياطه، يعني من صغرك كنت حاسه انك حابه تجيبي عروسه وتخيطي ومقص وتقصي؟ انا كنت حابه بس اللي هو انا اتعلم بس. وبعد كده بدات واحده واحده اعمل لاصحابي واصحابي يجيبوا اصحابهم لحد بقى ما بقيت معروفه في شبين. يعني الفكره جات لك فجاه؟ اه فجاه. انا يعني نمنا صحينا انا هتعلم الخياطه. اه اوكي تمام. وبعدين بس هو انا بدات وبعدين دخلت في مسابقه في بيت الخياطه على اجمل فستان الحمد لله وكسبتها، وبدات بقى استقل بنفسي اللي هو بدات في بيتي الاول وبعدين واحده واحده فتحت في شقه تانية، وبعدين بقى كبرت الموضوع اللي هو من سنه تقريبا كده بقيت بقى فتحت بقى في مكان معروف في شبين. بس بقى ليكي بقى مشروع الخاص بيكي ومكان الخاص بيكي انت. طيب انت قلتي بعد تقريبا رابعه جامعه بعد ما خلصتي كليه، يعني تقريبا كان عمرك 18 19 سنه صح كده؟ اه تقريبا. تقريبا ما فكرتيش وقتها لا انا اتجوز بقى واقعد في البيت وبلاش بلاها كارير وكده احسن لي 100 مره؟ لا انا عملت الكارير وبعدين اتجوزت. حلو جدا، بداتي فعلا تبني لنفسك حاجه. اه في التوقيت ده مين كان بيدعمك؟ مين كان بيشجعك؟ مين كان واقف في ظهرك؟ هي كانت على طول مامتي، هي اللي على طول ابدأي اعملي، حتى لو انا مثلا جيت بدأت في قطعة وحصل فيها اي بوظتها حصل فيها اي تاتش كده كانت تقولي عادي هروحي انزلي هاتي القماش تاني واعمليها بس. وبعدين بقى لما اتخطبت بقى خطيبي هو اللي يدعمني، اتجوزت بقى جوزي هو اللي يدعمني بس. يعني ما كانش حد بيحبطك؟ لا. ايه الحافز اللي خلاكي تكملي وتنجحي؟ كل واحد منا بيكون عنده حافز بيخليه يكمل وينجح. انا مثلا من صغري كان حلمي اكون مذيعه، فحلمي من وانا صغيره هو اللي طول الوقت كان بيفوقني لا لازم اكمل لازم انجح لازم استمر. اكيد كان في حافز جواكي بيقول لك يا ندى اقفي على رجلك، يا ندى اعملي كارير، اعملي لنفسك مجال، خلي ليكي مهنه ناجحه. ايه الحافز اللي كان طول الوقت او الحاجه اللي كانت بتنور في دماغك بتقول لك كملي يا ندى اقفي على رجلك؟ ايه هي الحاجه دي؟ انا لما كنت بطلع مثلا فستان ويعجب الناس والاقي رد فعل كويس جدا ببقى عايزه اطلع لقدام، كل خطوه بخطيها ببقى عايزه دايما ابقى احسن. بس ده كان اللي قدامي اللي هو انا يبقى ليا اسم، عايزه اللي هو كاريري يبقى حلو، ابقى مستقله بنفسي ماديا وكل حاجه، مثلا اصحابي كنت واحده تتجوز اعمل لكل الفرح فساتين، اللي هو بقى ابقى معروفه ومشهوره كده. يعني احساسك انك كنت طول الوقت ناجحه هو ده كان الحافز بالزبط. انك بتعملي حاجه بتعجب الناس وفرحانين بيكي وفعلا مبسوطين بالحاجه اللي انت بتنتجيها وبتخيطيها وبتعمليها، ده كان الحافز ليكي بالظبط. طيب عايزاكي تقولي لي كده ايه الفرق بين ندى قبل ما تبدا المشروع ده خالص وندى بعد المشروع ده؟ ندى ايه الفرق بين الشخصيتين؟ قبل المشروع ما كانش ليا اي هدف وكنت بقى زي اي بنت قاعده في البيت، خلصت الكليه ما بعملش حاجه على النت. بعد بقى المشروع وصلني ليكي. ممكن نقول حبيبتي ده انت نورتينا النهارده. ممكن نقول ان انت كان مثلا ايه، يعني ممكن نقول كده الافق كانت ضيقه، ما كانش عندنا مدارك متفتحه، ما كناش مثقفين، ما كناش مطلعين على الدنيا، لكن بعد المشروع حاسه ان انت ككاركتر كشخصيه انت حد مختلف. صح. تمام كده؟ تمام. يعني علاقات بقى عندك بقى علاقات عندي زياده. علاقات كتير جدا جدا. بداتي تفهمي في نوعيه الناس اكتر، بداتي تفهمي ازاي اعمل بيزنس، ازاي ابقى سيده اعمال ناجحه، في فرق كبير بين ندى قبل المشروع وبعد المشروع. بالظبط كده. طيب الناس تتواصل معاكي ازاي ندى؟ يعني لو اي حد عايز يفصل فستان يتواصل معاكي ازاي؟ انا عندي بيج كبيره على الانستا
وعلى الفيس برضو، بس اللي هي الكبيرة هي بتاعت الانستا. سايبة رقم تليفوني وسايبة العنوان بتاع المكان، لو مثلا حد جالي ملقانيش بأختي بتبقى موجودة وبس، والتواصل بيبقى على التليفون. طيب لطيف جدا، هي البيج ظاهرة معانا لأي حد عايز يتواصل مع ندى، كل البيانات موجودة، التواصل واسم البيج كمان. ممكن تقولنا اسم البيج برضو يا ندى دلوقتي؟ ندى محمود ديزاينز. اوكي، دي على الانستجرام. في حاجة على الفيسبوك ولا الانستجرام؟ هي برضو نفسها على الفيسبوك. طيب قوليلي، لما روحتي لبيت الخياطة ساعدك ازاي؟ انا ما كنتش بعرف الضم ابرة بصراحة، بس هم بقى فضلوا معايا واحدة واحدة، بدأت بقى اللي هو يعلموني على المكنة شوية، بعدين قصينا باترون. مين اللي قالك على بيت الخياطة اصلا؟ لا، هو ما حدش قال لي، هو يعني هو كانت اعلاناته كبيره في شبين، فكنت حابه ان انا اروح بيت الخياطه. جميل. ولما سالتي فعلا اقول لك هو اكتر مكان امن ليكي وفعلا بيعلمك بالفعل. انا كنت رايحه بيت الخياطه ده ايام كورونا تقريبا، كنت باخد الكورس انا وواحده صاحبتي بس، ما كانش في مجموعه كبيره. لا، وفعلا كان الاهتمام هناك، الاهتمام باتنين زي الاهتمام بمجموعه. اه طبعا، لقيتي نفس الاهتمام بالظبط. جميل. احكي لي بقى لما روحتي بيت الخياطه ايه اللي حصل؟ انا روحت داخله بقى متوتره كده ومش عارفه حاجه وقلقانه. لا بصراحه هي اللي كانت، وانا مش هعرف حاجه يا جماعه علموني. لا، اللي كانت بتدربني كانت تقريبا اكبر مننا شويه، فكان التواصل ما بيننا حلو يعني. فضلت معانا خطوه بخطوه يعني، اتعلمنا التقفيل، اتعلمنا الباترون. يعني ممكن نقول من الناس الداعمين ليكي ماما وخطيبك والمدرسه او المدربه او الخياطه اللي بدات معاكي في بيت الخياطه. بالظبط كده. بس واحده واحده بقى لحد ما استقلت بنفسي وفتحت مشروعي. انا اصلا لما عملوا المسابقه انا كسبت مكنه خياطه كمان. ما شاء الله عليك، دخلت مسابقتين معاهم وكسبتها. حلو قوي. طيب انا عاجبني قوي الموديلات والتصاميم الفظيعه في السواري. مبدئيا شابو ليكي وبحييكي على اختيار السواري، ده صعب قوي قوي. انا بسمع ان اصعب حاجه هي خط السواري، مظبوط كده؟ طب خليني، انا عاجبني قوي الفستان الاسود اللي في الاول. الفستان ده خد منك وقت قد ايه؟ والموديل ده اصلا جبتي فكرته منين؟ انا دلوقتي معايا تيم، فعشان كده يعني على طول يعني ممكن اخلص الفستان في 3 4 ساعات. الفستان لا، واخدين بالنا يا جماعه ندى بقى معاها تيم دلوقتي، كانت الاول لوحدها مبتدئه دلوقتي ما معاها تيم. الفستان ده قطيفه يعني. وفي درابي والكوب بقى، ومن فوق دانتيل. عايزه تلبس، عايز يبقى محجبات تمام، مش محجبات هتلبس. هنغطيه من فوق، هنغطيه من فوق لو محجبات. اوكي، انت حاطه ليه حاطه جبير مع قطيفه؟ يعني ليه مثلا مش جبير مع ساتين؟ ده دانتيل اللي فوق، ده دانتيل. لا، انا محتاجه اخد كورس في بيت الخياطه يا جماعه. والتطريز انت كمان بتطرزي؟ في معانا حد بيطرز برضو. شاطرين جدا. حلو جدا. فستان زي ده خد مننا وقت قد ايه تقريبا؟ يعني تقريبا ساعتين ثلاثه. ساعتين ثلاثة؟ فنش. معقول؟ والله ده انا فاكر الموضوع بياخد اسبوعين ثلاثة. لا، في حاجات بتاخد معانا وقت لو فيها شغل كتير، لكن ده لا، ده سمبل. بيني وبينك كده يا ندى، يعني محدش سمعنا، ده مكلف ولا نظامه ايه؟ يعني سعره عامل ازاي؟ وعامة دلوقتي كل حاجة مكلفة. بس ندى اسعارها كويسة صح؟ شوية. نشجع الناس تروح لنا عشان اسعارها كويسة. طيب الفستان اللي جنبه ده تقريبا لون جراي بس فاتح. جراي مع بينك. ده جوبير وساتان، والقماشه اللي تحت دي شيفون كريستال. اوكي، حاسه ان الشغل في الفستان البينك ده أكتر من الفستان الاسود. اكيد خد منك مجهود اكتر. ده يومين. خد منك يومين. بتصممي الحاجه ازاي؟ يعني بتجيبي بقى ورقه كبيره كده اللي هو الورق الابيض وتقعدي تلوني وترسمي زي الفنانين؟ الموديل ده بيجيلك ازاي؟ احنا انا بقعد مثلا مع اللي هي الكلاينت، بنشوف بقى اللي يناسب جسمها، اللي بيناسب بشرتها، هي حابه الوان ايه، حابه يكون في جوبير ولا لا، حابه يكون مثلا ساده، في شغل كتير ولا لا، بناء على اللي هي بتبقى عايزاه انا بعمله. يعني ممكن نقول ان العميله بتجيلك هي مش محدده ولا مقرره هي عايزه ايه، وانت اللي بتختاري لها. بنقعد مع بعض نتفق، نشوف الانسب لها ايه، اللي يناسب جسمها ايه. انت عارفه معنى كلامك ده ايه؟ ان الناس وصلت معاكي لدرجه من الثقه انها بتجيلك وسايبه لك نفسها، انت اختاري لي ايه اللي لايق على بشرتي، ايه اللي لايق على جسمي. ده معناها ان انت بقيتي اسم معروف قوي. لسه يعني مش جايلك بالموديل بقى وبقول لك فصلي لي او صممي لي ده. لا شوي، هو اصلا الموديل ده كنت منفذاه، كان لونه بيج في بيبي بلو عندي على البيج. اوكي، بعدين واحده بقى جات لي وعايزه تعمل نفسه بس الوان تانية. اوكي، التطريز بياخد وقت طويل قوي يا ندى.
يعني ممكن ياخد من 10 أيام لأسبوع، يعني أسبوعين ثلاثة كده. يعني ممكن نقول الفكرة بتاخد مثلا ساعتين ثلاثة. ماشي. التصميم بياخد وقت قد إيه؟ التصميم نفسه لما وهي قاعدة في وقتها، والتطريز هو ده اللي بياخد وقت. أوكي. طيب معنا كمان في موديل برضو هنا، الفستان الكحلي اللي على المانيكان ده شبيه بالأسود بس من فوق جوبير بقى. هو نفس الموديل بتاع الأسود. أوكي. اختلاف بقى ان ده من غير اكستنشن، ده باكستنشن. اوكي. ندى، ايه الموضة دلوقتي، المطرز ولا السادة؟ بصي، هي الموضة على حسب كل واحدة. يعني في واحدة بتبقى جاية عايزة حاجة سيمبل خالص، سادة. في واحدة بتبقى جاية عايزة الفستان كله هاند ميد، عايزة كله جوبير، عايزة بتلمع، عايزة اللي هو فرح أخوها فعايزة تبقى زهرة. بس لكن الموضة ما بتتقيسش بمثلا كل واحدة عايزة إيه. خلينا نشوف الفيديو من مركز التصميم الخاص بندى. الموديلات حلوة قوي قوي يا ندى اللي معروضة على الفيديو الموجود عندك على الانستجرام. ده فستان فرح. ده كان سكند لوك. طب اشرحي لي بقى الفستان الجري اللي كان موجود دلوقتي. في فستان كده لونه تقريبا بيبي بلو. خلينا نبدا بالجري ده، ده شيك قوي. ده خد منك وقت قد ايه؟ ساعتين ثلاثة. ساعتين ثلاثة. انت برضو اللي اخترتي الموديل للكلاينت، للعميلة؟ هي دي مش كلاينت، ده شغلي. انا في المكان عندي ايجار. حلو جدا. فبعمل فساتين كل موسم. اللي هو تبقى للايجار بس. في فستان تاني ابيض، فستان زفاف شيك قوي قوي. حتى لو فرحانه تقريبا بالفستان. مش كلوشه، هو انا شايفه ان هو واخد شكل الجسم مرميد. ما بقاش موضه قوي الحاجات الكلوشه هي الكبيره قوي. لا. دي مظبوط. ده برضو تقريبا فستان خطوبه. ممكن نثبت الصوره دي. دي قطيفه صح كده؟ دي قطيفه. انت بتعملي الطرحه من نفس القماشه او الماتيريال بتاعه الدرس؟ لا، على حسب كل واحده. على حسب اختيار كل واحده بتبقى عايزه ايه بالظبط. تمام. ملاحظه برضو ان التطريز هنا تقريبا لولي. لولي. لولي خفيف. تمام. خلينا نشوف برضو في فستان تاني عجبني قوي، اعتقد هو فستان خطوبه كان لونه بيبي بلو، وفساتين افراح. انت برضو متخصصه في فساتين الافراح يا ندى زي الفوالي بالظبط. هو انا بالزبط. لسه الموسم ده لسه بادئه اعمل زفاف. طيب الفستان اللي بديل ده بقى خطوبه ولا فرح ولا ايه؟ هو ده معمول سواري. لاخت العروسه. اوكي. تمام. وده متاح عندي برضو ايجار. وبقى اخت العروسه بتلبسه، اخت العريس. في ذوق سيمبل قوي قوي. في ناس بتاخده لخطوبتها. يعني ينفع عادي السواري اخضر بيه مناسبه عاديه، ممكن يبقى فستان خطوبه. خلينا نشوف برضو الموديل اللي بعده، عجبني واحد شيك قوي قوي كان الفستان اللي تحت ده. بيغلبوكي العملاء يا ندى في الاختيار؟ بتعاني بقى، بتعاني معاهم؟ هو اكيد في معاناه، بس انا ما بحبش افرض رايي عليها. اللي هو انا اشوف هي حابه ايه ومرتاحه لايه عشان هي اللي هتلبس. صحيح. بس دايما بنسمع ان في فرق بين المصممه والخياطه، ايه الفرق بين الاثنين ولا الاثنين حاجه واحده، ومين بيبدا الاول؟ بص، المصممه دلوقتي بيبقى تحتها تيم وبتعرف تديره وشغال على طول بالباترون وكده. الخياطه هنروح للخياطه، خياطي لي دي لو سمحت بس كده وشكرا. انا عايزه الموديل ده، بتطلع لها الموديل ده. بس جربتي تعملي فساتين سواريه الاطفال؟ بعمل فعلا. عندي. ليه معناش النهارده فساتين سواريه الاطفال بقى؟ انا بحب اتفرج عليهم قوي. مقالوليش. هي نفس الفكره ونفس الوقت ونفس المجهود، ولا عشان فستان حجمه صغير فبيبقى الوقت اقل معانا والمجهود اقل؟ لا بالعكس، فساتين الاطفال بتاخد وقت اكبر من الكبار. يا سلام. ازاي لأن بقى؟ احنا بنقص قطعه صغيره. لما نيجي نخيط مثلا الكم احنا بندخله في المكنه بالعافيه عشان نعرف فعلاً. عشان نعرف نقفله. بس فده اللي بياخد معانا وقت ومجهود شويه. كنت مبسوطه بيكي قوي النهارده. انا مبسوطه وهاجي لك قريب عشان تعملي فستان سواري ان شاء الله. ان شاء الله. ندى محمود خريجه اداب اعلام ومن اشهر مصممي فساتين السواري في محافظه المنوفيه، كانت منورانا النهارده، وان شاء الله تكون معانا في مره تانية ونعرض كمان موديلات اقوى واقوى من اللي شفناها النهارده ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع لكم. لو هنتكلم عن الفرص يبقى لازم نتكلم عن الشخص الداعم والمشجع للفرص. معنا دلوقتي شخصية من أكتر الشخصيات المتعاونة والداعمة والمشجعة للسيدات،
أستاذة غادة كابش استشاري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمات تطوير الأعمال والشمول المالي. أهلا بك يا أستاذة غادة. أهلا بك. نورتينا في بيت الخياطة. الله يخليك. مرسي. قبل ما أتكلم عن التمكين الاقتصادي، حضرتك استشاري في التمكين الاقتصادي، مظبوط كده؟ مظبوط. طيب قبل ما أتكلم عن الآليات والاستراتيجيات الخاصة بي، محتاجة أعرف منك بعجالة وباختصار سريع يعني إيه تمكين اقتصادي؟ تمام. التمكين الاقتصادي هو باختصار ان انا ادعم واساعد المرأة في الحالة دي، لو بنتكلم على التمكين الاقتصادي للمرأة، ان هي توصل لفرص تساعدها على الوصول للموارد الاقتصادية والتحكم فيها، وان يكون في تكافؤ في الفرص بينها وبين الرجل، سواء من خلال توفير وظائف، ان هي تكون موجودة في سلاسل القيمة، في تكون بتشارك في الأنشطة الاقتصادية للبلد، تكون ليها فرص ان هي تحصل على فرص في مجال ريادة الأعمال، او مجال ان يبقى عندها النشاط الاقتصادي او النشاط اللي بنسميه المدر للدخل الخاص بيها، يكون في مساواة في الحصول على فرص للتمويل، فرص للتعليم الفني وهكذا. فالتمكين الاقتصادي للمرأة هو جزء من استراتيجية مصر بتاعت 2030 لتمكين المرأة المصرية، هو أحد أهم العناصر الخاصة بها في الحقيقة. حضرتك قلتي مصطلح سلاسل القيمة، إيه المظبوط بالمصطلح؟ سلاسل القيمة هي السلسلة اللي بتربط المنتج من ساعة ما بيكون إنه يكون منتج خام لغاية لما بيوصل لك. كل السلاسل القيمة دي بيكون فيها نشاط تجاري أو بنسميها معاملات تجارية بتحصل ما بين مثلا المزارع اللي بيوديها لتاجر التجزئة، تاجر الجملة، من تاجر الجملة لتاجر التجزئة لو في مصنع وهكذا. نفس الحكاية بتحصل في مجال الخياطة، لو احنا بنتكلم عن مجال الخياطة، ان انت بتكون المرأة جزء من سلسلة القيمة الخاصة بمجال تصنيع الملابس. فالفكرة هنا هي ان المرأة تكون ممكنة اقتصاديا، يعني ان هي يكون متاح لها ويكون في وسائل بتدعمها وبتساعدها ان هي تكون جزء من النشاط التجاري والاقتصادي اللي بيحصل. جميل جدا. حضرتك قلتي ان من اليات او استراتيجيات التمكين الاقتصادي هو الدعم المالي للمراه. هل الخياطه هي من العوامل الداخله في الدعم المالي للمراه؟ بصي، اي نشاط انت بتعمليه سواء من البيت او من خارج البيت، سواء كموظفه او كصاحبه عمل، بيدر دخل، هو بنسميه نشاط اقتصادي مدر للدخل، وهو جزء من التمكين الاقتصادي. لأن أحد مظاهر التمكين الاقتصادي إن أنا كسيدة أو كفتاة يكون ليا مصدر الدخل الخاص بي، ويكون عندي القدرة على التحكم بيه وتوجيهه للحاجات اللي أنا عايزة أستخدمه فيه. وده الجزء منه اللي بيؤدي لما بنسمعه كتير، اللي هو الاستقلالية المالية. الاستقلالية المالية بتيجي من إيه؟ من إن أنا عندي نشاط أو مشروع أو بيزنس بتاعي بيديني دخل، فبقدر يكون عندي حرية أكتر وقوة أكتر في اتخاذ قراراتي، وقوة أكتر إن أنا أدعم أسرتي وأدعم نفسي. مظبوط. فهو ده الفكرة التمكين الاقتصادي، إزاي أنا كسيدة أو فتاة تكون ليا فرص متساوية. تمكين يعني أنا أكون عندي القدرة. فالجزء الاقتصادي بيديني القدرة، بيديني الحرية، بيديني فرصة اتخاذ القرار. صحيح. طيب رحلة أستاذة غادة بدأت إزاي مع بيت الخياطة؟ بصي، بيت الخياطة يعني أنا معاهم من قبل ما يبقى أصلا في بيت الخياطة. ويمكن أنا كحد استشاري في المجال ده أكتر حاجة بتسعدني إن أنا أبدأ مع ستارت أب أو مشروع صغير أو شركة صغيرة، خصوصا إن كلهم شباب، كانوا شباب وما زالوا يعني شباب، واشوف رحله تطورهم على مدى السنين. فانا بدات معاهم من ساعه ما كانت فكره لغايه لما بداوا يعملوا. يعني حضرتك فعلا من مؤسسين فكره بيت الخياطه؟ والله ما اقدرش ان انا مؤسسه، لان الفضل يروح لاصحابه، لكن انا ممكن كنت من زي بنقول كده مرشد او موجه او داعم ليهم. اعجبت جدا بالفكره لما بداوا، هي طبعا فكره جميله جدا ومطلوبه، وبدأت أشوف تطورها من إن إحنا هي فكرة لمكتب صغير أو شركة صغيرة، لعدد مدربين محدودين، لفرع الاثنين اللي ما شاء الله 6 و7. وكنت معاهم الحقيقة كاستشاري وكمدرب في أكتر من مشروع ممول من جهات مختلفة، فده كان من حسن حظي إن أنا شاهدت التطور بتاعهم وشفت، لمست بنفسي أثر اللي هم بيعملوه على المجتمعات اللي اشتغلوا فيها. جميل جدا. اللي فهمته من حضرتك إن من آليات التمكين الاقتصادي هو توفير للسيدة بيئة آمنة وصحية وداعمة ليها. هل حضرتك استشعرتي أو لاحظتي إن فعلا في بيت الخياطة بيتم توفير البيئة دي للسيدات؟ بصي، هو من أول كلمة بيت، يعني أنا ما فيش فرع أو مكان دخلته البيت الخياطة إلا ما حسينا بالإحساس اللي أنت بتقولي عليه، بيئة آمنة.
وبيئه داعمه، يعني مكان. وخصوصا خدي بالك ان بيت الخياطه بيشتغل في اماكن، او البنات اللي بيجوا والسيدات اللي بيجوا مش كلهم من سكان المدن، يعني هو بيخدم كمان على مناطق ريفيه، وبيخدم على مناطق صعب ان هو البنات تخرج فيها وتنزل وتاخد كورسات عشان كده سالت حضرتك، لان يعني البنات في المناطق الريفيه بتكون ممكن نقول ايه قلقانه او متوتره او مضطربه انها تروح مكان ما تعرفوش. صحيح. فاحنا بالفعل في بيت الخياطه بنوفر ليها مكان امن، فهي بتكون فيه مطمنه واسرتها تكون مطمنه عليها. بالظبط. وهي فعلا دي احد العوائق للتمكين. احد عوائق التمكين بتبقى هي الافكار المسبقه او المرسخه في ذهننا. احيانا بتكون عادات ثقافيه واجتماعيه، زي فكره ان لا ما ينفعش البنت تنزل من القريه للمدينه لوحدها. لكن الحقيقه ان السمعه بتاعه بيت الخياطه بدات بالتدريج، واحنا كشعب مصري عامه بنسمع قوي لبعض حقيقة. فلما بتلاقي ان في بنت مثلا او سيده راحت واخدت دوره التدريب ايا كان مستواها، ورجعت حكت لاصحابها وجيرانها من غير ما تحكي، حتى صحابها وجيرانها بقوا بيشوفوا، بقت الام مثلا، في امهات كتيره كانوا بيبداوا ان هم بياخدوا الكورسات دي بيعملوا حاجات لاولادهم او للجيران او للاسره، بعد كده تطور الموضوع بقت ان هي بتعمل وبتبيع لجيرانها، وبعدين ممكن ان هي تلاقي ان هي فتحت مكان صغير وبعدين مكان كبير. فالمجتمعات بتاعتنا بتامن باللي بتشوفه مش حقيقي. باللي بتسمعه. حقيقي. انت شفتي نموذج ايجابي في المجتمع اللي انت عايشه فيه، فبالتالي هيكون عندك اطمئنان اكتر ان انت تساعدي بنتك او تساعد زوجتك ان هي تنزل وتاخد الكورس وتفضل. فهي اهم حاجه فعلا انا لمستها في بيت الخياطه هو خلق البيئه الامنه، خلق بيئة صحية داعمة. بالظبط. تحسي ان هم كلهم أسرة وموجودين مع بعض، وفي حتة مراعاة جدا للثقافات بتاعتنا. يعني ايه هي المؤسسات الداعمه للتمكين الاقتصادي؟ طيب ده سؤال حلو جدا. التمكين الاقتصادي دايما زمان كان يقولك ده مسؤوليه الحكومه، وطبعا الحكومه ليها دور كبير جدا في دعم التمكين الاقتصادي، ولكن التمكين الاقتصادي هو يعني جزء من طبيعه المجتمع، وطبيعه المجتمع ان فيها جزء حكومي فيها جزء قطاع غير حكومي او بنسميه احيانا قطاع المجتمع المدني، فيها جزء قطاع خاص. والحقيقه ان كل الاتجاهات التنمويه اللي هي التنميه الاقتصاديه جزء منها او جزء من الياتها هو التمكين الاقتصادي. فاهم اطر التنميه حاليا هي ان كل القوى دي لازم تتشارك مع بعضها، وعشان كده هتلاقي ان كمان مش بس الجهات الحكوميه هي اللي بتقدم المبادرات والبرامج والخدمات اللي بتساعد على التمكين الاقتصادي، وليس حتى بس المجتمع المدني او القطاع غير الحكومي، ولكن حاليا كل الاتجاه العالمي وفي مصر بدا ان حتى القطاع الخاص اللي هو هادف للربح ليه دور، وليه دور فعال جدا في التمكين الاقتصادي، لان مين اللي بيشغل خريجات الكورسات بتاعه بيت الخياطه؟ بيكونوا احيانا مصانع، المصانع دي قطاع خاص. صحيح. طيب مين اللي بيشتروا منهم المواد الخام والقماش؟ بيكون قطاع خاص. فكل فئات المجتمع وفكره التمكين الاقتصادي والتنميه الاقتصاديه بصفه عامه ما هياش مقتصره على الحكومه، الحكومه عندها مبادرات كتيره زي برامج حياه كريمه، زي مجلس القومي للمراه على طول بيعمل مبادرات وبرامج مختلفه. صحيح. ولكن الحقيقه في منظمات كتيره من منظمات التنميه ومنظمات جمعيات المجتمع المدني بدا يكون ليها، وطول عمرها الحقيقه بس بدا يزيد قوي تركيز قوي قوي على حته التمكين الاقتصادي. صحيح. طيب انا عندي اسئله كتير قوي خاصه بالتمكين الاقتصادي وعن دور بيت الخياطه في اتاحه الفرص للسيدات، بس خلينا نشوف التقرير الخاص بيكي من داخل بيت الخياطه في محافظه المنيا، ونرجع تاني نكمل كلام معاكي. النهاردة أنا معاكم من المنيا في فرع بيت الخياطة في المنيا، وده الفرع السابع لشركة بيت الخياطة. شركة بيت الخياطة هي شركة أنشأها مجموعة من الشباب، والحقيقة أن أنا فخورة جدا بيهم. الشركة كمان عدد السيدات والفتيات اللي بيعملوا فيها هم الغالبية العظمى، أكتر من 95% من العاملات في شركة بيت الخياطة هم من الفتيات والسيدات. شركة بيت الخياطة بتقدم فرصة للفتيات والسيدات لتعلم
من فنون الخياطة وتفصيل وتصميم الملابس الجاهزة والمفروشات. والحقيقة ان انا بدعو كل فتيات وسيدات المنيا ان هم يستغلوا الفرصة دي وينضموا لخريجات وسفيرات بيت الخياطة. فتيات وسيدات سبقوكوا علشان يحققوا الحلم بتاعهم ان هم يكون عندهم المشروع الخاص بيهم في مجال الخياطة والتفصيل. أستاذة غادة، كلميني عن تواجدك في بيت الخياطة بالمنيا. بصي، الفيديو اللي عرضته ده يعني كان من أجمل الأيام اللي أنا قضيتها مع فريق بيت الخياطة في المنيا، لأن شفت بعيني وقابلت الناس وشفت واتكلمت معاهم، شفت تأثير ده على حياتهم، شفت فرحة حد وهو أول مرة يعمل فستان أو قطعة من فستان سواريه، فرحته بإنتاج حاجة من صنع إيده هو. والله صدقيني الفرحة أكتر من إنتاج القطعة نفسها، إحساسي بالإنجاز، إحساسي إن أنا حققت حاجة ما كنتش متوقع إن أنا ممكن أوصل لها. فكرة إن الواحد يتخطى حاجز الخوف بتاعه، خصوصا البنات اللي هم ممكن يكونوا جايين من مجتمع منغلق شوية، صحيح، أو ما كانش عندهم الفرص اللي بتتاح لناس تانية موجودين يمكن في المدن الكبيرة. فكان اليوم جميل جدا. اليوم ده أنا كنت في الفترة دي كنت شغالة مع أحد السفارات اللي كانت شريك داعم للمشروع وبتساعده في موضوع التمويل، والحقيقة إن ده كان من أحد أحلى الأيام، والمشروع ده تم يعني الاهتمام بيه والاحتفاء بيه لأنه فعلا حقق الغرض منه. حسيتي فعلا هناك بتعاون من السيدات داخل المنيا في بيت الخياطة، يعني مقبلين متشجعين إن هم يروحوا؟ جدا، وعايزة أقولك إن كان كل الفئات العمرية، بنات صغيرة وبنات كبيرة، ناس لسه بتجهز، ناس عايزة تتعلم وهدفها ان هي توصل يبقى عندها أتليه، وناس بتقولك لا انا هبدأ اتعلم علشان اعمل حاجتي واعمل حاجتي. فتنوع كبير جدا. بس الحقيقة اللي عجبني كمان اليوم ده ان انا لقيت ناس كانوا بيحكوا هم اخدوا كام مواصلة عشان يجوا هنا عشان يحضروا المحاضرات بتاعتها. يعني هي بتبذل مجهود كبير قوي وبتركب اكتر من مواصلة، لكن هي متشجعة انها تروح. بالظبط، حتى كان في سيدات جايين مع اولادهم. يعني فانا حسيت يعني جميع الاعمار فعلا، الام وبنتها. بالظبط، وهي ملتزمه، هي شايفه ان هي ليها في فايده كبيره هتعود عليها، فجايه وجايبه اولادها وجايبه لهم اكل. فالحقيقه لا، كان يوم جميل جدا اللي انا قضيته معاهم في المنيا، ونفسي كمان تجيلي فرصه اشوف باقي الفروع ان شاء الله قريب. ان شاء الله، وانا معاكي ان شاء يلا الله. يلا بينا. مشروع بيت الخياطه دلوقتي بقى مش في مصلحه الست بس، هو في مصلحه الاسره بالكامل. أكيد، يعني الفايدة فعلا بتعود على الأسرة بالكامل. أكيد. بصي، تمكين المرأة يعني تمكين الأسرة. يعني حتى لأن المرأة والرجل هما بيكملوا بعض، هما بيخلقوا وحدة مختلفة. فمفيش حاجة اسمها أن أنا بمكن المرأة فهي بتبقى كده بتقوى بزيادة، أو أن هي بيبقى هي بتمكنها، ده في مصلحتها، مصلحة ولادها ومصلحة جوزها. صحيح. لأن هي بتكون شريك فعال في الأسرة. صحيح. بدل ما هي بتكون عبء، او بدل ما هي بتكون بتشارك، هي فعال ومؤثر ومنتج. اكيد، قدوه لاولادها وقدوه لكل عيلتها، وزي ما حضرتك قلتي من شويه ان ده بيكون مشجع لجيرانها لاولادها للمركز او المكان كله. بالظبط، تاثير الاشتراك في حاجه زي ان انت تاخدي كورس، وبعد الكورس تبداي تفتحي مشروعك، وبعد المشروع ممكن تبداي تشغلي. يعني خدي بالك ان في بعض المشروعات من بيت الخياطه وصلت لان هي بقت بتوظف. طب ما التوظيف ده جزء من التمكين الاقتصادي. صحيح، صح، لان انا بخلق فرص عمل. ممكن انا اكون في مجتمع الاتليه او المحل اللي عملته الفتاه او السيده من بيت الخياطه هو احد الفرص القليله جدا للتوظيف في المجتمع ده. صحيح، لان صحيح. احنا مش بنتكلم بس على مدن كبيره، احيانا بتكون دي الفرص فعلا قليله. فالتمكين هنا اللي بيحصل من فتاه او سيده بينعكس اولا عليها، ثانيا على اسرتها المباشره، ثالثا اسرتها الاكبر والمجتمع، والاكثر من كل ده عليها هي كمان نفسيا. اكيد، ده اول حقيقة. ده اول حاجه. استاذه غاده، انا سعيده قوي قوي بوجودك معنا النهارده في بيت الخياطه، وان شاء الله نكون مغطيين كل الرحلات الخاصه ببيت الخياطه وتواجدك فيها. المره الجايه هتيجي معايا؟ انا اشور جايه معاكي ان شاء الله. ان شاء الله، ميرسي جدا. استاذه غاده كابش، استشاري المشروعات الصغيره والمتوسطه وخدمات تطوير الاعمال والشمول المالي، حقيقي بشكرك على تواجدك معنا النهارده في بيت الخياطه، وبشكرك كمان على مجهودك الشخصي في بيت الخياطه. شكرا، شرف ليا. شرف لينا. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع تاني لفقرتنا المميزة جدا جدا، الفقرة التعليمية، استنونا. ازاي بنص متر ستان اعمل مشروع من بيتي؟
ده اللي نعرفه دلوقتي من أستاذة فاطمة السيد، مدير التدريب في بيت الخياطة بالمنوفية. أهلا بيك يا أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا. عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. هتعلمينا إيه النهاردة؟ النهاردة هنكمل مع بعض البنية الستان والتوكا السكرانش. البني الستان والتوكا السكرانشي. بالزبط. ايه المقصود بتوكا السكرانشي؟ اللي فيها استك من الحواف دي. التوكا. تمام. طيب ايه الادوات اللي المفروض تكون متوفره لدى الخياطه عشان تعمل بني ستان وتوكا سكرانشي؟ احنا اهم حاجه معانا طبعا الخامات اللي هي المص والقصفه مثلا او المكنه اهم حاجه، والستان بتاعنا. طيب الستان بتاع يعني احنا عايزين اقل حاجه ممكنه نقدر نعملها احنا قاعدين في البيت. مش معنى الستان ده الستان بيزحلق قوي. ما هي الميزه بقى في الستان ان هو بيساعد على اللي هو ما يمتصش الزيوت من الشعر تقريبا، ما بيعملش الهيشان بتاع الشعر، بيحس ان انت حتى حمام كريم اي حاجه هو بيحافظ على شعرك على ملمسه ونعومته، وتصحي تلاقي نفس الفكره معاكي ومحافظه عليه. يعني لو سيده عايزه تعمل بني، افضل حاجه اختيار نوع القماش القماش الستان عشان هو بيحافظ على نعومه الشعر وبيحافظ على الزيوت وبيمنع الهيشان من الشعر. طيب دي معلومه لطيفه جدا. تمام. سواء بنيه او التوكا كل حاجه في الشعر كل ما حتى كيس المخده التوكا برضو عشان بتتحط بالزبط. في الشعر فلازم بالزبط. تكون من نفس خامه او ماتيريال الستان. بالظبط كده. احنا طيب. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا مع بعض ازاي اقصه، فقصناه وعملناه. كنا عاملين قطعه قماش 50 في 50 وبدانا ان انا اقصها على الطريق اللي هي زي كيرف كده دايره. ماشي 25 قطرها 25 ولفينا الدايره وقصناها. تمام. وخيطنا طلعين اتنين في بعض اتجاهين، يعني معايا قطعتين اتنين خيطتهم في بعض وقلبت. النهارده بقى متوقفين ان احنا هنكمل باقي البني. طيب تمام. عشان برضو نبدا نكمل بقى باقي الخطوات. بالظبط. تمام. اللي هنكمل عليها اللي قلتيه في الحلقه اللي فاتت. بالظبط. خلاص تمام. طيب. هنبدا بقى نخيط اللي هو اخر مره خيطنا. انا المفروض كويت الاطراف عشان اقدر ان انا اخيط بسهوله. هنبدا على طول دلوقتي نعمل مكان كده خياطه مجرى للاستك بتاعي. المكان ده هنبدا نتحول الاستك مثلا اللي احنا هنستعمله بيبقى ده شكله سواء ابيض او اسمر على حسب. بيبقى ممكن حوالي كام ملي، يعني ممكن ما بيجيبش السنتي حوالي كده. وبيكون مبطط مش اللي هو بتاع البيت اللي هو طيب. المبروم. انا لما اروح لحد بيبيع الاكسسوارز او الاكسسوارات الخاصه بالستان او بالبني اقول له انا عايزه نوع استك ايه؟ ايه استك مبطط. هو اقول له استك مبطط. بالظبط. طيب كميه قد ايه اجيب ستان استك قد ايه؟ معانا حوالي اهوت الجزء ده في اوكي نص متر يكفيكي، يعني نص متر احنا هنعملها نص متر بيكفي معانا. يكفي البني والتوكا السكرانشي ولا البني بس؟ يعني مثلا هنا ده احنا كنا قصينه لان بيفرق معايا على حسب المقاسات، معايا مقاسات مختلفه. اوكي. هو اهم حاجه انك بتقيسي المعصم او المنطقه بتاعه الراس عشان اعرف المقاس بتاعها. هو بيبقى في الغالب معانا حوالي 50 55 بنقصه في الرينج ده. او اللي هو بتشديه بحيث ان هو ما يبقاش برده مضايق، يبقى ممسوك على الراس قوي مضايق. فمن مثلا لو هي 50 فانا هقصه على 45، لو مقاس الراس مثلا 55 هقصه حوالي يعني منقص منه حوالي 5 سم. طيب ممتاز. يلا بينا عشان انا عندي شغف فظيع اشوف الطريقه ازاي. بصراحه عايز اقول لك انا هرجع النهارده اطبقها في البيت. فمعايا هبعد بس حوالي سنت ونص او سنتي اللي هو المكان اللي انا هدكك فيه، بس بس المجرى بتاعتي. تمام. ونبدا ان احنا على طول نخيط الدوران بتاعنا. ناخدها بدوران. بالظبط. نوع الخيط اللي انت بتستعمليه ده برده نوع خيط معين خاص بالستان؟ هو لا، الخيوط عادي، بس في انواع بتبقى مبرومه مثلا الفتله بتاعتها مش حلوه، في انواع بتبقى معاكي حلوه. عايزه اسالك سؤال يعني قد يبدو عبقري من حد مش فاهم في الخياطه زيي، وانا ان شاء الله هاخد كورس في بيت الخياطه. ليه الخيوط دايما بتفك مني؟ يعني بعد ما بلضم وبخيط الاقي الخيط كله فك مني. فين في الغرزه هنا مثلا ولا بشكل عام؟ فتنصحينا بايه واحنا بنعمل البني او التوكا السكرانشي ان الخيوط دي ما تفكش مننا؟ في البدايه طبعا اهم حاجه وانا بخيط في حاجه اسمها فرماتوره او العقده. في البدايه معاك عقده وفي النهايه برضو معاكي انك تعملي العقده او الفرماتوره بتاعت البدايه والنهايه عشان بعد ما تخلصي ما يكونش كل ده. يبقى ده الجزء العبقري اللي كان تايه مني بقى. لذيذ قوي ان من نص متر قماش الواحد يعمل اكتر من حاجه، ولو زودنا عدد الامتار هنزود عدد المنتجات. بالظبط. يعني ونبيع بقى ونستفيد ماليا بقى. انت معاكي المتر الستان يقدر يعمل لك 2 بنيه واربع توك، بس اربع توك مقاس 100. التوكة نفسها طولها 100، يعني في التوك برضو مقاسات معايا، في توكة كبيره في توكة صغيره على حسب المقاس. فانا معايا المتر الستان يطلع لي 2 بنيه واربع توك. او لو انا هستعمل توكة صغيره مثلا اللي هي مقاس 50 ممكن 2 بنيه برضو، بس بدل اربع توك هيبقى معاكي 8 توك لانك صغرت مقاس التوك. وممكن يطلع لك 3 بنيه بس من غير ولا توك. ممتاز جدا.
اعتقد ان يعني عشان اعمل حاجه زي كده لازم يكون في مميزات ومواصفات في الخياطه يا استاذه فاطمه. الدقه، التركيز، لازم يكون نظرك قوي، صح ولا لا؟ دي مشكله كل الخياطين بيعانوا منها، الظهر والنظر. فدايما حافظي على الاضاءات، يعني هنا دايما بيبقى حاطين هنا ظبط او اضاءه معينه الليد هنا. خلينا نتكلم واحنا بنشتغل عشان انا بصي يعني انا هتجنن واشوف اخر البني هيبقى شكله ازاي. احنا لفينا خلاص، كل اللي فاضل دلوقتي ان انا ابدا ان انا احط ايه الاستك بتاعي. احنا كنا طبعا في فتحه هندكك بقى البني. معايا فتحه هنا عايزه اتكك فيها. اوكي، التكيك العادي اللي هو العادي خالص بتاعنا بالظبط. مش حاسه ان لازم يبقى الواحد ماهر قوي او بروفيشنال بالطريقه الفظيعه عشان يعمل البني. يعني ده انا اعمل بني يا جماعه، الله انا اعمل بني. مع شكاية بنقول للناس الخياطه حاجه هي سهلة. مهاره وسهله وممتعه جدا على فكره، بس اللي يبقى داخل عنده شغف وعايز يتعلم. في ناس تقول لك الخياطه مهنه وفي ناس تقول الخياطه حرفه. بالظبط، هي حرفه. انا حاسه ان انت الاثنين مع بعض، مظبوط كده؟ انا دراستي ماجستير اقتصاد منزلي، فده اساسا شغف ليا. وانا انت الدراسه كمان مع الحرفه بالظبط، عشان كده حضرتك حد مميز. جميل جدا، يعني ما بياخدش وقت كمان كبير قوي معايا. والتكيك معاكي دبوس، اي دبوس اللي هو التبابيس العاديه خالص عشان اقدر ان انا اتكيك، او بنسه مثلا اللي هي ابسط حاجه تقدري تطلعي منها المنتج ده. والمشروع فعلا مربح وممتع جدا، ومش محتاج اي منك تكاليف ولا اي صعوبه فيه، اي حد يقدر يعمله من البيت، مش محتاج مني اماكن برضو. زي ما قلت المتر الستان يقدر يطلع قد ايه، فانت معاكي الانواع برضو. الستان عندي انواع، عندي ستان حرير، عندي ستان تركي، عندي ستان رينج بقى متوسط معاكي 50 لحد 120. دي اسعار طبعا بتروح بقى، بيختلف برضو على حسب السوق وكده. فالمشروع معاكي تقدر انك تعملي منه متوسط مثلا سعر القماش مثلا 100، وممكن يقل كمان على حسب الخامه اللي انت عايزه تستعملها، والخامه بتفرق معاك على حسب البيع. يعني كمان اقدر اتحكم في السعر، ممكن بالزبط. اجيب ستان من نوع غالي شويه، ممكن اجيب ستان من نوع بسيط شويه. بس على فكره هو في كل الاحوال حتى لو انا اخترت نوع ستان غالي، هي الفكره برضو في حد ذاتها مش مكلفه. حضرتك بتكلمي مفيش وقت كبير، مفيش مجهود كبير، مفيش تكلفه ماليه كمان عاليه. بالظبط، غير ان حد مميز زي حضرتك كمان بيدربنا وبيعلمنا، فما فيش يعني تكلفه كمان ناخد كورس او اتدرب او اتعلم. يعني اي حد بيشوفنا النهارده يقدر يتعلم الموضوع بسهوله. بالظبط كده. كمان لون البني تحفه. انا جات لي فكره، احنا ممكن نعمل البني ده بلونين مختلفين، يعني ممكن يبقى ساده ومشجر. شفتي انا شاطره ازاي؟ هنا برضو ده ابسط حاجه، يا خياطه او ان انا عادي ممكن اللي هو نعمل العقده العاديه خالص بتاعتنا. انك تعقدي بس كده، فانت بتسيكي بس اللي هو ما يلفش الناحيه الثانيه، او ان انا خيطه على المكنه. تخيطي العقده على المكنه؟ خيطت احط الطرفين كده تمام على بعض، وابدا ان انا ادوس عليها قوي. خياطه برضو ده اسهل يعني، ده معاكي كده او كده، اللي هو احنا عملنا هو الناحيتين سواء كده او كده، وادخل كل ده يبقى جوه بقى هنا عندي. بس ووزع بقى الكشكشه بتاعتي انا. خلاص كده البني يعتبر خلاص، ما خدناش 3 دقايق في البني، بياخدش وقت. ده مفيش اسهل من كده. هو بس المكان اللي احنا فاتحينه ده عشان يبقى بقى التشطيب معايا برضو بيرفكت، هقفله مش اكتر. وسبب قلنا احنا بنستعمل الوان خيط مختلفه عشان بس ايه نقدر نشوف مع بعض، مش عشان يعني المفروض جري يبقى جري وهكذا. بس كده احنا خلصنا البني بتاعنا، يبقى بالشكل ده سلس وسهل جدا جدا. يلا بينا ندخل على التوكه. أيوة. السكرانشي اللي انا هاخدها بعد الفقره على طول منك على طول. التوكه معايا هي مش ثابته رقم معين، تنفع متر، تنفع 75، تنفع 50، في ناس بتعملها 40. طبعا كل ده توفير ليك او على حسب انت عايزاها كبيره ولا صغيره. طبعا هاخد القماش وش في وش على طول، وابدا ان انا على ظهره. تمام، عشان اخيط انا على الظهر، وابدا ان انا اخيط الطرفين دول مع بعض عشان اقفل الدايره بتاعتي. اوكي تمام، من طرف القماش. ايه؟ من طرف، احنا جينا من الطرف قفلناه من الحف خالص، وبدات ان انا. أوكي. التوكه برضو معايا عرضها كام؟ حوالي 12 سنتي. 12 طبعا على ما تتقفل وتتخيط هتصفى معاكي على حوالي 5 سنتي. يعني 12 بمسافات الخياط. اعتقد ده مقاس ستاندر ثابت. بالظبط، صح لحد ما. هبدا دلوقتي بقى الخطوه الاهم وانا بخيطها. محتاجه بص الجزء اللي جوه ده، لو حد متلخبط في المقاسات فهي المقاسات ظهرت معانا دلوقتي. بالظبط، ثابته معانا على الشاشه. اقفلي الجزء ده على بعضه. طيب. وابداي خطي الطرفين اللي بره في النص، من النص. بالظبط، جميل جدا. وابدا ان انا خيطي من النص. طيب. مش هيفرق مكان منين، هي في الاخر هتاخد دايره، هقعد الف كل ده. اوكي
انا برضو عملت الفرماتوره في البدايه والنهايه، وابدا ان انا اخد ده خياطه على طول. في بقى الجزء ده ببدا ان انا اطلع اللي جوه ده واظبط الحواف بتاعتي، الطرفين الخارجيين انا بخيط، وفي جزء جوه ما بخيطوش، هو موجود جوه عشان اقدر اقلبها بالشكل ده. مش شغالين على الاطراف او الحواف بتاعت القماشه نفسها؟ بالظبط. تمام. وطول الوقت بنشد معانا عشان القماشه الساتان. فيها مش اللي بتحكم فيكي. صحيح. هي كده هنا برضو بصوا التوكه حجمها اصلا حلو جدا. بالظبط. وده مقاس حوالي 75، فانت ممكن تكبري. انت عارفه التوكه الاسكرانشي دي ممكن تنفع في ايه كمان غير انها بتلم الشعر؟ احنا بنحب في الحجاب نعمل كده فوليوم او حجم ورا الطرحه. بالظبط. فممكن نعملها كمان نستفيد منها بشكل تاني. والستان ليه افكار كتير جدا في التنفيذ، مش لازم بس توكه، زي البنيه مثلا، في اللي هي البندانه، في اللي ممكن نعمل كمان لو زودنا شويه من القماش ممكن نعمل هو السورتيت اللي بيلم الشعر ده. بالظبط. صح. ايه رايك لو نعمل جراب للموبايل؟ تحفه. رش مني الافكار بقى. نعمل جراب للموبايل، نعمل ممكن نعمل سورتيت ستان. بالظبط. كل ده بيساعد. ومشروع زي كده انت اساسا ممكن وانت بتطلعيه برضو في شنطه ستان بشكل معين، يبقى تصميم خاص بيكي انت، يطلع بشكل جميل ممكن نعمل ومناسب. زي باكج كده او باقه للسيدات بعد ما يعملوها يبيعوها، ممكن البوني، ممكن التوكا الاسكرانشي، ممكن جراب الموبايل، ممكن زي ما انت قلتي شنطه كروس كده ستان، غطا اللي هو العين او الملامه اللي برافو عليكي. صح. اللي بنحطها ستان يبقى شكلها شيك قوي. يبقى ومن في الاخر ايه، ممكن ده كله يتكلف مترين مثلا او متر ونص، ولا مش للدرجه دي؟ لو انت هتطلعي كل القطعه دي هو ممكن متر يطلع لك الحاجات دي، لان كل دول. بالظبط. لان انا بقول المتر بيطلع لي 2 بنيه واربع توك، فانت هتشكلي منهم اشكال كتير، هتقدري المتر تطلعي منه كذا حاجه. لان انا عندي المتر بيبقى عرض 150، فانت تقدري تطلعي منه كذا فكره منه، مفيش مشكله. حلو قوي. البني ده ممكن اعمله بلونين مختلفين، يعني ممكن جراي واسود الناحيه الثانيه. بالظبط. يطلع يعني سهل، مفيش فيها مشكله. بالظبط. احنا عملنا ضلعين 50، انت معاكي واحد بلون والتاني بلون مختلف. التوكه نفسها ممكن تقسمي التوكه نصين، هتلاقي لون ولون برده كذلك. كل ده بيبقى سهل معانا برده في التنفيذ.
برضو عشان نرجع للمكان، المكان المنزلي تمام، ولو انت عايزه السنجر برضو اللي هي الصناعي برضو ممتازه جدا في الشغل، تقدري تشتغلي بيها. جميل. تفتح معاكي مشروع كبير. جميل جدا. لا انا هجيلك تعلميني ان شاء الله، جايلك قريب. طيب لو احنا عايزين نعمل كيس مخده، يعني مش شرط ان نعمله عملي، ان شاء الله في الحلقات الجايه نعمله معاكي عملي وتدريبي قدام المشاهدات، بس قولي لي كده شفوي ممكن يتكلف قد ايه ونعمله ازاي. هو احنا المفروض هاخد مقاس المخده عندي، سواء المخده كبيره او صغيره، فالمخدات الصغيره بتبقى حوالي 150 مثلا، ده القماش كله هي بتبقى اصلا حوالي 75 سنتي في 50، فانت هتقص معاكي 70 على متن او اللي هو 150 مثلا في 50 سنتي عرض، وتبداي تقفلي فيها. ليها طرق كتير في التقفيل، ابسط حاجه هي حفتين اتنين، هتشطبي الحافه دي والحافه دي كل واحده لوحدها وتقفليه، هيبقى اللي هو زي جراب، نفس فكره الجراب. سهل جدا وبسيط برضو ان هو يتنفس. ليه سالتك على المخده؟ لان حاسه ان هي قريبه من فكره البولين. بالظبط، هي تكمله للكورس. عندي مبادئ صح الخياطه مش كده؟ هي نفس الطريقه ونفس الاليه. بالظبط كده، نفس الطريقه ونفس الاليه، نفس الفكره، نفس المكان في النوم، البونيه والتوكه وهكذا. طيب نوع المكان اللي موجوده قدامنا دي ايه؟ احنا معانا المكن الصناعي، في انواع كتير مختلفه، في مثلا زي اللي قدام اللي هي السانسير، نبدا في نص كمبيوتر، في كمبيوتر كامل. احنا اللي هدفنا هنا اللي هي المكنة النص كمبيوتر اللي تقدر تفتح معاكي مشروع. بتختلف كتير عن المنزلي لان طاقه عملها كبيره، بتقدر تشتغل معاكي فتره طويله جدا. جميل جدا. تفتح معاكي مشاريع سهله قوي، تطلع لبس زي الملابس الجاهزه بالظبط. عكس المنزلي، المنزلي برضه ممتع وحلو، لكن خياطته عمرها ما هتبقى في الاخر زي المكان اللي هو الصناعي معايا. كلمينا بقى عن دورك وشغلك في بيت الخياطه، معاكي تقريبا كام بنوته بتدربيهم؟ احنا عشان فروع، يعني كاسم بيت خياطه احنا عندنا كل 7 فروع، فمعانا عدد كبير جدا، ممكن اكتر من 16,000 طالبه معانا. التدريب عندنا برضو احنا عاملين فكره اللي هو عارفه الطالب اللي جاي خايف، هل انا هتعلمها ولا مش هتعلم، دايما عنده فكره القلق، فاحنا دايما بندعم الطالب. عندنا الكتاب نفسه مكتوب بطريقه سلسه وبسيطه عشان هو يقدر يفهمها، فانا معايا كتاب تقدري تتعلمي منه. الكورس طبعا اوفلاين. يعني انتوا بتسلموا كتاب للبنات؟ بالظبط. هل متاح ان يكون في تعليم اونلاين، اخد كورس اونلاين؟ بالظبط، ده موجود اوفلاين واونلاين، ودايما بنتعامل بالطلبه بتاعتنا اللي هو الكتاب ومعاكي برده نظام الاونلاين انك تسمعيه، حتى وانت في البيت انت بتسمعي المحاضره مسجله برده معاكي اونلاين في البيت. اعيد وازيد بقى براحتي. بالظبط، بعد ما اسجلها وبترجعي برده للمدرب لو في اي حاجه مش فاهمها. في نظام امتحانات يوميه، ده بيساعد الطالب دايما ان هو جاي مركز وعايز يتعلم معانا. في تقييم دايما. طب خلينا افهم منك، يعني ايه امتحان يومي؟ يعني اللي انا اتعلمته امبارح اجي تاني يوم تقولي لي انت عملتي ايه وصممي ونفذي قدامي؟ في واجب وفي امتحانات. الواجبات ان احنا النهارده اللي نفذناه في المحاضره بنروح نطبقه. لما كده هتديني واجب؟ هاخد واجب. لازم في هوم ورك عندكم؟ تمام. على فكره ده اللي بيأسسك ويخليك اصلا تعرفي تيجي المحاضره الجايه انت عارفه انت غلطت في ايه وجايه تصححي معانا اخطائي. لانك انت لو ما نفذتيش الواجب في نفس المحاضره وروحتي ما اشتغلتيش، هتيجي المره الجايه تعملي ايه؟ انت ما طبقتيش بالفعل. انا شخصيا بصراحه بحترم اي مكان بيدي تدريب نظري وعملي الاثنين مع بعض، من هنا احنا بنعرف مصداقيه المكان اللي احنا رايحينه. عارفه لو بس حضرتك بتدخلي كده زي محاضره او مركز تدريب وبتتكلمي شفوي بدون ان البنات اللي معاكي يكونوا بيطبقوا عملي، فانا بعرف ان المكان ده بصراحه مش احسن حاجه. لكن بالفعل في بيت الخياطه احنا بنعلم الناس نظري، بنعلم الناس عملي، بندي لهم واجب كمان، بنعمل لهم امتحانات، بنعمل لهم تقييم، بنعمل لهم اختبارات. ده دليل على مصداقية المكان، ان انا من جوه عايز ادي للناس دي حاجة تفيدهم فعلا. بالزبط. مش مجرد ان هم جم ومشوا خدوا الكورس وانا مش عارفة بعد كده هيعملوا ايه. بالظبط. وفي متابعة حتى بعد ما بيخلصوا، في متابعة بنوفر لكل طالب مكنة خاصة بيه بحيث لما بيجي يقدر يشتغل عليها. ومش بس كده، انت لو ما عندكيش مكنة وعايزة تتدربي بتيجي في اي وقت يعني فاضي. احنا في كمان في بيت الخياطة بنوفر المكن. بالظبط، ما بنقولش لحد مثلا هات مكنة او هات ادواتك، زي ما بنشوف المراكز الثانية المكنة بتاعتك متوفرة والادوات متوفرة، احنا بس بنديك طريقة التعليم او طريقة التصميم والتدريب. بالظبط. ولو انت ما عندكيش تطبقي في البيت، تعالي في اي مكان في اي وقت في الفرع انك تقدري تطبقي عليه مثلا شغلك. لحد دلوقتي في طلبه متخرجين وبيجي يشتغلوا على المكان عندنا، ما فيش مشاكل، احنا بنتيح لهم المكان يقدروا يشتغلوا عليه. المهم عندنا الهدف فعلا ان انت تتعلمي باي شكل. هنحاول نعلمك في تواصل بعد ما بتخلصي خدمه العمل عندنا، بتبدا تتواصل في تواصل بالمحاضره الثالثه بالفعل، ان هو اساسا بنكلمه انت دلوقتي في المحاضره الثالثه وصلت لايه، اتعلمت ايه، ايه الانجاز اللي انت بدات تشتغليه، مبسوطه ولا لا، بحيث ان احنا نلحق الطلبه في اولهم. في طلبه بتبقى داخله في شغف وتبدا شغفها يقل، فاحنا بنحاول نتابع اول باول عشان تحفيز طول الوقت. بالظبط كده، تحفيز وتشجيع طول الوقت.
بالظبط. اكيد احساسك مش بس انك لما بتنتجي حاجه وتشوفيها قدام عينيكي من صناعه ايدك بتبقى بالنسبه لك بتديكي سعاده وانبساط، كمان لما بتعلمي بنات وتحسي ان هم بيستفيدوا من العلم اللي انت بتقدميه، ان هم فعلا بداوا ينتجوا حاجه انت معلماهم، اكيد ده بيعود عليكي برضو بالسعاده. اكيد هم احنا بنبقى اصلا في الكورس زي اسره واحده، بيبقى في تعاون، ما بيحسوش ان انت المدربه بتاعتهم او انت حد اختهم. بالظبط، احنا بيبقى في تعاون مع فرق الاعمار على كل الاعمار برضو. بيحصل بنحتفل ببعض كتير، بتلاقي ده كمان في بيئه اجتماعيه لطيفه جدا. انت شجعتيني كده ابقى موجوده. وبعدك ان الاسبوع ده هكون معاكم في بيت الخياطه في المنوفيه ان شاء الله. نوري. استاذه فاطمه السيد مدير التدريب في بيت الخياطه بالمنوفيه، نورتيني، وانا على المستوى الشخصي اتعلمت منك، ومبسوطه قوي قوي بوجودك النهارده في بيت الخياطه، وبشكل عام مبسوطه انك فرد من افراد طاقم بيت الخياطه. شكرا ليكي. انا كمان. متابعينا كده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا زي ما انا كمان استفدت شخصيا. هنشوفكم في الحلقات الجايه، معانا فقرات كتيره مميزه، ومعانا كمان الفقره التعليميه المناسبه. اشوفكم على خير، باي باي.